تحت وابل من القذائف والبراميل المتفجرة استطاع النظام أن يعود إلى هذا التل، ولكن الثوار لم يأذنوا له أن يبيت ولو لليلة واحدة. الإعلامي محمود الحومي من مدينة اللطائف بريف حماة الشمالي. أبو حذيفة، أنا سبق يعني بعرف أنه أنت ما كنت تشتغل في المجال الإعلامي قبل الثورة، كيف انتقلت مثلا من عملك السابق بعد انطلاق الثورة إلى العمل الإعلامي؟ كيف كانت أول خطوات الالتحاق بالعمل الإعلامي؟ قبل بداية الثورة كان عملي في التجارة، كنت صاحب محل تجاري مواد تجميل وموظفات، أعمل في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. ومع انطلاق الثورة السورية المباركة في الحقيقة بدأت المظاهرات في بداية الحراك. لم يكن هناك أحد يصور هذه المظاهرات ليعرضها على وسائل الإعلام. كنا نلاحظ الكثير من المظاهرات في ريف حماة الشمالي أو في ريف حماة عموما في معظم المناطق السورية. لم نشهد لمدينة اللطامنة أي حضور، علما أن مدينة اللطامنة كانت تخرج بالمظاهرات أسوة في المناطق في كل سوريا، سواء كان في حماة أو في غيرها. فهذا الأمر دفعني إلى أن أكون إعلامي أصور هذه المظاهرات ومن ثم أرسلها إلى المحطات الفضائية لعرضها على وسائل الإعلام، وكان هذا بداية العمل الإعلامي. طبعا أنا لم أكن يوما أحب الإعلام في الحقيقة، ولكن الواقع فرض علي أن أكون إعلاميا. فبدأنا بتصوير هذه المظاهرات، وكما تعلمون أن النظام بدأ بمحاصرة المدن، بدأ بقصفها، بدأ باقتحامها، بدأ فأصبح عمل انتقل من المظاهرات، علما أنها لم تنتهي لكن انتقل يعني توسعت رقعة العمل وتوسعت مجال العمل. فبدأنا نصور الاقتحامات، بدأنا نصور القصف، بدأنا نصور الجرائم التي يقوم بها النظام من انتهاكات سواء كان من مجازر أو تدمير أو ما إلى ذلك، حتى فيما بعد البراميل المتفجرة، غاز الكلور، فيما بعد الكيماوي. كل هذه الأمور بدأنا بتوثيقها وتصويرها وعرضها على وسائل الإعلام، وطبعا كان لي دور أساسي في الظهور على الفضائيات على المحطات من أجل التحدث بالصوت والصورة عما يجري في مدينة اللطامنة وفي عموم ريف حماة، وأحيانا كنا نتحدث عن الوضع بمدينة حماة برمتها. هل كان عندك معلومات أولية عن العمل الإعلامي، عن التصوير؟ هل كان عندك معدات إعلامية؟ ما هي أول يعني من المعدات اللي استخدمتها في أول توثيق لك؟ في الحقيقة في بداية العمل كانت متواضعة جدا، تكاد تكون شبه معدومة، يعني التصوير بجوالات كثير متواضعة، فلم يكن هناك لدينا حتى وسائل لمنتج هذه المقاطع وما إلى ذلك. كنا من خلال أصدقاء وزملاء لنا إعلاميين في مدينة كفر زيدا في طيبة الإمام، كان هناك تعاون فيما بيننا، فعندنا تصويرنا لهذه المظاهرات فيتم إرسال هذه المقاطع وعرضها على وسائل الإعلام، لكن بإمكانيات متواضعة جدا جدا جدا. في يعني مثلا في أي عام حصلت على أول كاميرا؟ ما شو كان شعورك وقت حصلت على أول كاميرا؟ الكاميرا بدأت العمل أعتقد في عام 2016، بدأت بشكل أساسي أعتمد على الكاميرا، والكاميرا أيضا من نوع متواضع. الإمكانيات التي عملنا فيها طوال الثورة في الحقيقة كانت إمكانيات متواضعة جدا، لكن البدايات كانت على الجوال، يعني فيما بعد بدأنا بالكاميرا، والكاميرا ساعدتنا كثير. يعني طبعا كنت سعيد جدا عندما تكون الكاميرا بيدي. الكاميرا هي السلاح للإعلامي، المقاتل عندما يكون في أرض المعركة وليس بحوزته بارودي أو رشاش أو أي سلاح، فالحقيقة يشعر بأن لا قيمة له في أرض المعركة. وكذلك الإعلامي يعني لم يكن بيده كاميرا يرصد فيها طيران النظام وقصف النظام والجرائم وما يدور على الأرض سواء كان من انتهاكات وما إلى ذلك، ولم يكن بيده كاميرا فيشعر أنه لا قيمة له. فعندما كانت الكاميرا بيدي بدأت أشعر بأنني أقدم شيء، نقوم برصد كل شيء، بتوثيق كل شيء، فهذا يعني نشعر بأننا نقدم شيء لهذا البلد، وخصوصا بفضح جرائم النظام التي فاقت كل الجرائم في هذا العصر. طيب أبو حذيفة، مع كل قلة هالخبرات وهالإمكانيات في البدايات، كيف استطعت أنك تجعل من جملة هي هوية صوتية لكل مقاطع التوثيق القصف والأحداث في الثورة السورية وهي الدخان يتصاعد؟ عملية القصف التي كان يقوم بها النظام، نحن رصدنا أكثر من 9000 غارة جوية على مدينة اللطامنة، وأكثر من 20000 غارة جوية على ريف حماة الشمالي، وأكثر من 90000 قذيفة على مدينة اللطامنة. فهذا القصف طبعا ما ينتج عن القصف هو دخان يتصاعد بشكل دائم، يعني فأنا كنت أرصد هذه الغارات عن بعد، يعني أحيانا على مسافة 100 متر، أحيانا أكثر من 100 متر، أحيانا 1000 متر عفوا، أحيانا المسافات قريبة جدا. رصدنا بعض الغارات ما يقارب 100 متر تماما لبراميل متفجرة، وكل هذا
موثق وموجود، ولكن أغلب الرصد يكون على مسافات ما يقارب 1000 متر، يعني 1 كيلومتر أو أكثر، عندما يكون القصف على ريف حماة سواء كفرزيتي أو جوارها المحيط. طبعا كنا في نهاية الغارة نقول الدخان يتصاعد، مما نراه أمام أعيننا أن الغارة بدأت، والغارة والقصف القصف يعني كان سواء كان مروحي أو كان طيران أو كان قذائف عادية، فنقول بها أن النظام قصف بكذا، ونوثق التاريخ ونقول الدخان تصاعد. اليوم مثلا بعد 10 سنوات انت من العمل الإعلامي المستمر وتهجيرك اليوم لمناطق شمال سوريا للمخيمات مع حدود تركيا، اليوم ايش شعورك انت بعد ما هذيك الفترة واليوم؟ في الحقيقة لو نسيت ما نسيت لن أنسى يوم الذي غادرت فيه ريف حماة الشمالي. أنا بقيت للحظات الأخيرة، وبدأ النظام يحاصر ريف حماة الشمالي امتدادا إلى ريف إدلب الجنوبي، وبدأ بالالتفاف إلى حاجز إلى جنوب إلى شمال خان شيخون. فعندما بدأ النظام يحاصر ولم يكن هناك إلا ملاذ آمن، يعني حتى الطريق كان مكشوف الذي كنا نسير عليه. فعندما خرجنا من ريف حماة الشمالي في الحقيقة يعني هذا اليوم لا يمكن نسيانه على الإطلاق، يعني يوم كان مؤثر في حياتي. كيف أثر هذا التغيير في حياتك على عملك الصحفي؟ يعني بدت أشعر أن الحياة قد انتهت، كان هناك يأس، كان هناك إحباط، كان هناك طبعا في لحظات خروجنا من ريف حماة الشمالي ووصولنا إلى مخيمات اللجوء، لا يمكن لي أن أتخيل يوما أن محمود الحومي سيجلس في مخيمات النزوح. عمله على الجبهات، عمله رصد جرائم النظام، عمله في ساحات الوغى، لم يكن لمحمود الحومي مكان أصلا في مخيمات النزوح، لكن بعد أن ذهب ريف حماة الشمالي وبات في سيطرة في قبضة النظام وحلفائه، فلم يكن لمحمود الحومي إلا التوجه إلى مخيمات اللجوء. فكنت أشعر في يعني وصمة عار في الحقيقة، يعني لا أستطيع التجول في المخيمات في البداية. طيب اليوم أبو حذيفة، اليوم هل أجبرك النزوح والجلوس في مخيمات شمال سوريا على ترك العمل الإعلامي؟ في الحقيقة عندما عدنا من ريف حماة الشمالي إلى المخيمات كان هناك خيبة أمل كبيرة، ولكن فيما بعد بدأنا أن نستعيد أمجادنا على الأقل نفسيا وروحانيا، أن النصر من الله سبحانه وتعالى وأن الله ناصرنا. وبدأت بالعودة رويدا رويدا إلى العمل الإعلامي في الحقيقة، يعني حتى يأتي أن إذا أتى النصر ونحن بعيدين عن العمل لم نشعر بأننا قدمنا شيء. فهذه السلسلة التي وصلنا بها منذ البدايات يجب أن تتكامل ويجب أن لا تنتهي عند هذا الحد إلا أن يأذن الله بالنصر. فبدأت بالعودة إلى العمل الإعلامي، ولو أنه لم يعد الوضع الصحي والإمكانيات تخولني مثلا بالذهاب إلى جبهات القتال، لكن الوضع الإنساني، الرصد عن بعد، متابعة الأمور، القصف بمداخلات، حتى الآن أظهر بمداخلات على بعض المحطات من أجل نقل الحقيقة عندما يطلب منا هذا الأمر، نقل الحقيقة إلى العالم. أبو حذيفة، أنت من الإعلاميين القلائل اللي وثق ارتكاب النظام استهداف مدينة اللطاني بالغازات السامة وبمادة الكلور. اليوم وين وصل هذا التوثيق؟ وين وصلت هذه الشهادات؟ الحقيقة نحن قدمنا توثيق كامل، تعاوننا مع الفرق الدولية التي تابعت هذا الموضوع، وخصوصا تم إثبات أن النظام بعام 2020 بشهر نيسان تحديدا صدر قرار عن منظمة الحظر للأسلحة الكيماوي أن النظام هو الذي استخدم السلاح الكيماوي في مدينة اللطامي. طبعا هذا لم يأتي من فراغ، يعني أتى بعد جهود جبارة وجهود حثيثة بذلناها جميعا سويا كإعلاميين ومراصد وأطباء ومختصين في هذا المجال في قطاع الصحة، حتى أثبتنا بالدليل القاطع والأدلة الدامغة أن النظام السوري هو الذي استخدم الكيماوي في مدينة اللطامنة، وتم توثيق هذه الحالة وقدمنا الأدلة الدامغة. طبعا في عندما طلب منا هذا الأمر التقينا بمنظمة عن فريق عن منظمة الحظر للأسلحة الكيماوي، قدمنا إفاداتنا وقدمنا الأدلة وكل ما طلب منا، وتم إثبات وصدر القرار بعام 2020 في شهر نيسان أن النظام هو الذي استخدم الكيماوي. طبعا كان هذا بفضل الله عز وجل، ثم بالجهود التي بذلناها لإثبات أن النظام هو الذي استخدم السلاح الكيماوي. أصعب موقف حدث معك خلال عملك الإعلامي خلال المدة المصارمة كاملة؟
المواقف كثيرة، ولكن دعنا نذكر موقف واحد. إحدى المرات كنت أرصد الطيران المروحي، دخل أجواء ريح حماة شمالية وبدأ بالوصول إلى أطراف مدينتنا، فكنت على منطقة مرتفعة يقال لها تلفاس، فأنا أنظر إلى المروحي، المروحي نفذ في المكان الذي أنا واقف عليه، فعندما نفذ المروحي أنا رأيت المرميل نازل تماما علي، فمغادرة المكان كانت صعبة جدا، وأنا كنت فكان تقديري أن المرميل سينزل على التل تماما، ومن جهة كانت الجهة الشرقية كنت مكشوف على الجيش النقطة السابعة من جهة مورك، فما كان بالقرار إلا أنني أبقى في مكاني وأرصد البرميل، فبالفعل نزل البرميل على التل الذي أنا متواجد عليه، ولكن بفضل الله عز وجل سلمنا الله من هذه الغارة، ورصدتها ورصدت البرميل تماما على مسافة أقل من 100 متر، يعني ما يقارب 70 أو 80 متر، سقط البرميل، ولكن قدرة الله عز وجل نجتني من هذا البرميل طبعا. ويعني لما رأيته لم أفكر أن أكون على الأرض منبطحا أو أهرب من المكان، لا، بقيت لآخر اللحظات حتى سقط البرميل ورصدت سقوطه على الأرض. اليوم بصادف اليوم العالمي للحماية الصحفي، إيش بتوجه رسالة اليوم للجهات المسؤولة عن حماية الصحفيين، للسلطات اللي عم تقيد عمل الصحفيين، عم تقيد من حريتهم، إيش توجه له رسالة اليوم؟ طيب، في اليوم العالمي لحرية الصحفيين نتمنى على العالم أن يقف مع الصحفيين. طبعا الصحفيين يتعرضون إلى مضايقات، يتعرضون إلى أحيانا اعتقالات، يتعرضون إلى كل شيء، يعني الصحفي يقدم حياته رخيصة من أجل ينقل الحقيقة إلى العالم، يجازف بحياته، يعني حياته مقابل أن أحيانا ليأتي بالخبر يكون هو الخبر، سواء كان بقصف أو باعتقال أو بمضايقات أو ما إلى ذلك. فهذا الأمر الذي يتعرض له الصحفي ألا يحق له أن يكون آمنا، أن يكون مطمئنا، أن يعمل بإمكانيات جيدة، أن يكون في مكان آمن، أن يكون محميا، أن يكون هناك توصيات دولية بوجود معاملة الصحفيين في معاملة جيدة في كل الأماكن، لا أقصد في منطقتنا فحسب، وإنما في كل المناطق، للصحفي له حرية تامة، كلمته أن تكون مصانة، أن يكون محميا، لأنه يراهن على إيصال الحقيقة للعالم، مقابل ربما تكون حياته هي الكلفة التكلفة من أجل هذا الخبر الذي سوف يأتي به. وكثير من الزملاء الصحفيين بدل أن يأتوا بالخبر كانوا هم الخبر. طيب، اليوم بعد 13 سنة من العمل الإعلامي، هل وجد محمود الحموي أبو حزيفة الفرصة المناسبة للعمل بعد تهجيره بعد نزوحه؟ هل تم تكريم قيمة العمل الإعلامي لمحمود الحموي مثلا بإيجاد فرصة عمل مناسبة، بإيجاد فرصة عمل جيدة، بإيجاد حياة كريمة؟ في الحقيقة هناك بالنسبة للإعلام كإعلامي محمود الحموي لم أرى احتراما بمعنى الاحترام ربما من الزملاء الإعلاميين، أما من الجهات القائمة على سلطة الأمر الواقع، ليس هناك أي احترام لا للإعلام محمود الحموي ولا لا أعتقد لغيره. كلنا نعمل بظروف عصيبة بإمكانيات متواضعة جدا، ربما تكون هناك كانت لنا هناك مضايقات في الكثير من الأمور، سواء كان على الحواجز أو على غيرها، وخصوصا في بداية وصولنا إلى هذه المناطق في مخيمات النزوح. لذلك من المفترض أن يكون للإعلامي وللصحفي مكان مرموقة في هذا المجتمع، لما قدمه ولما يقدمه لهذه الأمة ولهذا الشعب الذي قدم كل شيء من أجل حريته. فينبغي لسلطة الأمر الواقع وإلى كل من يقوم على أمر هذا الشعب أن يقف مع الإعلامي ومع الصحفي، ويقدم له كل التسهيلات للقيام بعمله وللقيام بواجبه لنقل الحقيقة إلى العالم.